بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم حصاد الأهلي. النهاردة معنا أخبار نادي الأهلي وآخر استعداداته للقاء نصر حسين داي، ولكن أبدأ مع حضراتكم بخبر مهم جدا جدا. مهندس محمود طاهر بيصرح أن رحيل أي لاعب مرهون بموافقة الجهاز الفني وحاجة الفريق. المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أغلق باب الرحيل أمام نجوم الفريق الأحمر بعد تلقي أكثر من لاعب عروضا مغرية للرحيل قبل بداية الموسم الجديد. وأكد المهندس طاهر أنه لن يوافق على رحيل أي لاعب إلا بموافقة المدير الفني حسام البدري أولا، وفقا لحاجة الفريق لخدماته، خاصة أن النادي الأهلي يحتاج لجهود جميع لاعبيه في الفترة القادمة من بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والرغبة بالفوز باللقب. وأشار مهندس طاهر إلى أن الأهلي لن يسمح برحيل أي لاعب سوى بقواعد ثابتة على رأسها موافقة الجهاز الفني والعائد المادي والفني الذي سيعود على النادي، مثلما حدث في صفقتي رحيل أحمد حجازي ومن قبله رمضان صبحي للدوري الإنجليزي. هنا بقى الكلام المهم جدا اللي بيودي لك ويوجه لك إيه الفوارق وإيه هو طريقة النادي الأهلي في إدارة منظومته الكروية. بيبقى ليها ثوابت، الثوابت دوت بتفرق إزاي منظومة ناجحة وإزاي منظومة على أعلى مستوى من الاحترافية من المنظومات اللي بتدار كده بالحب. خلينا نقول بالحب، كلمة الحب كلمة حلوة، خاصة إن الحب بيخش في حاجات كتير قوي في حياتنا يعني. المهندس محمود طاهر قال إن مفيش أي لاعب هيرحل دون موافقة الجهاز الفني. هنا كابتن حسام البدري في أي موسم بيبقى له تقرير، طبعا الموسم بتاعنا ما شاء الله ما بيخلص، تروح الهند تلاقي الموسم خلص، تروح أمريكا تلاقي الموسم يعني زمانه خلص، هما بيشتغلوا من السنة للسنة عكسنا، تروح ألمانيا تلاقي الموسم خلص، إسبانيا، تروح أي حتة خلص إلا في مصر. فطبيعي النادي الأهلي منذ القدم، مش بتكلم في فترة معينة، النادي الأهلي طول منذ 1907 حتى الآن 110 سنة له طريقة في إزاي أدير منظومة اللعيب، إزاي اللعيب يبقى عندي بتعاقد معاه، وإزاي أدي السماح أو أدي الإذن للعيب بأنه يسيب النادي الأهلي. فكل هذه الثوابت بتبقى حسب تقرير الجهاز الفني، حاجة الفنية، الراجل اللي سايق الفرقة، الراجل اللي بيدير الفرقة بيبقى له تقرير، التقرير ده هو اللي بيتم على أساسه كل شيء، لأن في النادي الأهلي في اختصاصات، في راجل مكلف بالناحية الفنية، كابتن حسام البدري مدير الفني للفريق، ومعاه كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة، دول شؤون الفريق من الناحية الفنية باختصاصاتهم. فكابتن حسام البدري بيبقى له بعض من المتطلبات، المتطلبات الفنية هي ايه؟ عندي المركز الفلاني انا محتاج فيه لعيب سوبر بالدرجة بالليفل الفلاني، عندي المركز ده عايز فيه لعيب يكون مش سوبر قوي ولكن يكون سن صغير فيجي يحصل له معايا تطوير وفي اللحظة المناسبة يكون جاهز للمشاركة بصفة أساسية معايا في الفريق، وعندي اللعيب الفلاني سواء جاي له مثلا عرض ممكن استفاد فيه ماديا، وعندي البديل، وهنا نحط مليون خط، وعندي البديل اللي قادر على ملء المكان اقدر استفاد منه، وعندي لعيب ما بيشاركش فافضل انه يكون عنده مشاركه على سبيل الاعاره او بيع للانديه الاخرى لانه مكانه عندي في الفريق محجوز. فهي دي الطريقه اللي النادي الاهلي بيدير بيها شؤونه الكروية، هي دي الطريقة اللي بتوصلك للاحترافية، تقرير المدير الفني. وعايز أقول لحضراتكم إن حتى المديرين الفنيين الأجانب أو المصريين اللي كانوا في مهمة الفنية للنادي الأهلي عبر تاريخه التقرير بتاعهم حتى لما يرحلوا بيتم أخذه في الاعتبار، لأن في أي حتة في العالم أنت بيجيب المدرب ما بيجيبش واحد قاعد على قهوة، أنت بيجيبه بالذات في النادي الأهلي يعني. النادي الاهلي لما بيجيب مدرب بيجيب مدرب له اسم له سجيل له ثقل له خبرات له كلام كبير جدا عشان يقود فريق بقيمه وحجم ووزن النادي الاهلي. ففي هذا الشان
بيكون بعد تقرير السيزون. طبعا هو شاف اللعيبه وشاف مين اللعيبه اللي في الناشئين وشاف مين ممكن يقدر يواكب ومين ومين والحاله الفنيه والبدنيه و انا بشرح لك عشان ادخلك في الصوره عشان تفهم ازاي المنظومه العظيمه بتاعه النادي الاهلي ما شاء الله بتدار، فيتم رفعه الى مجلس اداره النادي الاهلي عبر التاريخ ويتم وضعه في الاعتبار للمسؤولين والقائمين على كره القدم. الراجل ده شايف الحاجات دي نوفقها ازاي، فمن ثم بيتم الاخذ في الاعتبار مين يقعد مين يمشي والاحتياجات لصفقات الفريق بتتم على هذا المنوال، لان انا محتاج لعيب في النادي الاهلي النهارده ما شاء الله. تم الاعلان على هشام محمد وراح النادي وتصور وجي هنا في قناه النادي الاهلي واستضفناه وكان حواره جميل، لان غير ان هشام محمد واحد من اولاد النادي الاهلي ولكن اضافه مهمه جدا لوسط الملعب، لعيب قصير عنده رؤيه ومحتاجه انت في هذه الفتره ان يكون عندك ممول اخر في نص الملعب ويكون شاب وعنده اساس النادي الاهلي، ودي بتفرق كتير جدا، تفرق في حاجات هنبقى اتكلم فيها مع حضراتكم باستفاضه في الحلقات القادمه. يعني ايه اساس النادي الاهلي؟ ف مهندس محمود طاهر اشار الى صفقتين في منتهى الاهميه، هو رمضان صبحي واحترافه في ستوك سيتي في انجلترا واحمد حجازي وست بروميش البيون، وهنا اصبح النادي الاهلي له فاليو قوي اوروبيا من ناحيه ازاي انا ببقى اكبر بوابه لاكبر دوري في العالم وان شوت، ما بقاش بطلع لعيب لتركيا وبطلع لعيب لسويسرا، لا ده انا اللعيب بيطلع من عندي لاقوى دوري في العالم، وده معناه ان براند النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي واسمه اصبح على اعلى مستوى، واصبح عندك مصداقيه انك بيجي لك لعيب جاهز انه يلعب في اكبر دوريات في العالم، وده شيء مهم جدا وشيء يحسب للنادي الاهلي في هذه الفتره. نروح للخبر الاخر وهو الاهلي لا يعرف الهزيمه امام نصر حسين ضاي. طبعا النادي الاهلي ان شاء الله غدا هيواجه نصر حسين ضاي في الجوله الثالثه في اطار مجموعه الاولى من منافسات الجوله الثالثه والاخيره من دور مجموعات بطوله العربيه للانديه. الاهلي ونصر حسين ضاي ده هدف اسامه حسني لو حضراتكم تتذكروه، دوري ابطال العرب كان النادي الاهلي لازم يجيب اي فوز خارج ارضه في الجزائر، حتى اللي رفع الاوفر والرياض شيتوس، وادي اللي جاب الهدف اسامه حسني، الاثنين يمكن حتى من جيل واحد في ناشئين النادي الاهلي، وادي عماد متعب كمان والفرحه، وادي جلبرتو وائل جمعه النجوم واحمد السيد نجوم النادي الاهلي، وادي الكابتن حسام البدري اللي كان مع كابتن مانو جوزيه في هذه الفتره والفرحه الكبيره، لان كان انتصار مهم جدا وكان ماتش عصيب جدا. النادي الاهلي كان عليه ضغوط وكان لازم ان هو يسجل بعض اللعيبه، طلب الصفقات اللي جابها يسجلها واللجنه الفنيه في دوري ابطال العرب رفضت، فالنادي الاهلي خد قرار بعد كده بعدم المشاركه. ونصر حسين ضاي كان في هذه الفتره من اقوى فرق الجزائر. فالنادي الاهلي ونصر حسين ضاي التقي في مباراتين بالبطولات العربيه، النادي الاهلي حقق انتصار اللي انتم شايفينه امام حضراتكم، الهدف اللي بنعيده عشان نفكر الناس باسامه حسني وايضا وائل رياض من نجوم النادي الاهلي الجمال. جاءت في ذهاب دوري ابطال العرب عام 2004 التعادل الايجابي 1-1، وكان اللي جاب الجون النادي الاهلي كان احمد بلال، والمباراه الثانيه كان في الاياب عام 2004 واللي انتم شفتوها الهدف اللي حضراتكم شايفينه بتاع اسامه حسني، ونادي الاهلي بيخش هذا اللقاء في رصيده 3 نقاط، ده لقاء الغد بقى بالمجموعه الاولى للبطوله العربيه، وحقق الفريق الاول فوز على اذا حقق فريق النادي الاهلي الفوز على نصر حسين ضاي فكده هيضمن احتلال المركز الثاني في المجموعه، وينتظر نتائج باقي المجاميع. طبعا في بعض النتائج جت في مصلحه النادي الاهلي اليوم، ومن ابرزها طبعا تعادل الهلال ونفط الوسط العراقي 2-2. ده اخر كلام عندنا، هنخش بقى في خبر اللي بعد كده وهو استعدادات النادي الاهلي وقائمته في مباراه نصر حسين ضاي. ال 22 لعيب في قائمه النادي الاهلي، كابتن حسام البدري المدير الفني اللي هيقود لقاء الغد. كابتن حسام البدري رجع بسلامه الله الى ارض الوطن اليوم قادما طبعا من الاجازه القصيره اللي خدها في الفتره اللي فاتت، كابتن احمد ايوب المدرب المساعد
او المدرب العام. احنا طبعا هنا بنحب المدرب العام. مسك اول مباراتين، المباراه الاولى النادي الاهلي امام فيصلي حصل هزيمه، المباراه الثانيه حصل فوز على الوحده الاماراتي بهدفين مقابل لا شيء. وغدا هيكون الكابتن حسام البدري هو اللي بيقود. كابتن حسام البدري اختار 22 لعيب: محمد الشناوي، احمد عادل، وعمر رضوان، محمد نجيب، رامي ربيع، محمد هاني، باسم علي، صبري رحيل، حسين السيد، وحسام غالي، عمرو السوليه، اكرم توفيق، عمرو بركات، وصالح جمعه، واسلام محارب، وجونيور اجايو، احمد حمودي، وليد ازارو، وعمرو جمال، وعماد متعب، واحمد ياسر ريان. دول اللي خدهم الكابتن حسام البدري كقائمه يخش بيها. وكان في تصريحات من الجهاز الفني ان اغلب المجموعه اللي شاركت في اول ماتشين هم اللي هيكونوا في لقاء الغد، مش هيبقى فيه تغييرات بشكل كبير. وده شيء يحسب، لان خلاص انت ابتديت اول ماتش لعيبه بتجهزهم، لعيبه بقى لها كتير ما لعبتش مع بعض او ما لعبتش مع بعض اصلا كتير. خلينا نقول المعلومه ديت: ادي احمد الشيخ وتدريبات النادي الاهلي، وادي استقبال الكابتن الجهاز الفني كابتن احمد ايوب والباقي افراد الفريق. احمد الشيخ برضه عوده مهمه جدا من مصر المقاصه للنادي الاهلي مره ثانيه. والنادي الاهلي هيلعب نصر حسين ضايبي زيه الاساسي، طبعا التيشيرت الحمراء الشهيره، وهيلبس الشورت الابيض وبرضو الشراب بتاع النادي الاهلي الاحمر. اللجنه المنظمه للبطوله العربيه كانت عملت الاجتماع الفني ظهر اليوم، وتم الاستقرار النادي الاهلي هيلعب بزيه الاساسي، لان في بعض من الشبه ما بين زي النادي الاهلي وبعض الالوان اللي في زي التقليدي لنصر حسين ضايبي، ولكن ان شاء الله ان الاهلي هيلعب خلاص بزيه التقليدي. والمباراه هتبقى في 9 مساء غد الجمعه على ملعب السلام، وان شاء الله نتمنى للنادي الاهلي التوفيق. لقاء هيبقى مهم من ناحيه ان انت لازم تكسب عشان تتاهل، مهما كان النادي الاهلي بيلعب سواء باللعيبه اللي ما بتشاركش بصفه اساسيه او بيلعب بايه، النادي الاهلي دايما بيبحث عن الفوز في كل مباريات. طيب هروح لحضراتكم بقى الخبر من الاخبار اللي بتحب الناس تحبها: عوده النجوم مره ثانيه للمشاركه في التدريبات، وابرزهم كابتن طبعا الفتره اللي فاتت واحد من الكباتن الكبار كابتن عبد الله السعيد. عبد الله السعيد كان في بعض الحوارات اللي حصلت عليه الاسبوع الماضي، ولكن الراجل رجع ولا كان في حاجه حصلت، ويشارك في المران الخميس. المران دوت كان عشان مواجهه نصر حسين ضايبي، ولكن اعتقد ان الجهاز الفني لما صرح ان اغلب الفرقه اللي لعبت في المباراتين اللي فاتوا هم اللي هيشاركوا، فعبد الله ما اعتقدش ان هيكون له فرص كتير جدا ان هو هيشارك لانه لسه جاي، فبيجهز مع باقي اللعيبه في الادي امام حضراتكم، بيبقى في تجهيز كده تاهيلي عشان يكون في اقرب وقت ممكن. النادي الاهلي عنده لقاء سموحه في قبل نهائي كاس مصر في شهر 8، نفس الشيء عندك طبعا دوري ابطال افريقيا وربع نهائي امام الترجي التونسي، هم دول اغلب النماذج طبعا مع وليد سليمان واللعيبه القوام الرئيسي للنادي الاهلي بيتم تجهيزهم عشان هذا اللقاء. ايضا خبر هيفرح جمهور النادي الاهلي: واحد من اللعيبه اللي الكل حزن على ما اصابه وهو مهاجم الفريق مروان محسن، ابتدى يخش فيه التدريبات التاهيليه مره ثانيه بعد ما عاد من المانيا للفحوصات الطبيه لاطمئنان على مدى تعافيه من الاصابه، يعني هو وصل فين في مرحله الاستشفاء بتاعته من الاصابه. كان معاه دكتور طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل بالجهاز الفني، والجهاز الفني طبعا بيسعى لتجهيز ادي مروان مع دكتور طارق عبد العزيز وطريقه تجهيزه، وان شاء الله يكون جاهز في اقرب وقت ممكن. مروان من اللعيبه اللي كان جات له الاصابه مع منتخب مصر في امم افريقيا السابقه، وحتى منتخب مصر تاثر بغيابه، النادي الاهلي بالتاكيد يعني كان بيحرص على عوده مروان محسن مره اخرى، لان الرباط الصليبي من الاصابات اللي اصبحت طبعا فيها نسبه استشفاء عاليه وتطورت، ولكن برضو في الاول وفي الاخر بتبقى اصابه صعبه وبتبقى اصابه رخمه بلغه لعيبه الكوره. نتمنى له سرعه الشفاء والعوده مره اخرى الى صفوف النادي الاهلي، لانه هيبقى دعم كبير جدا في الموسم المقبل.
هرجع تاني واكرر لحضراتكم اخر اخبار ونتائج البطوله العربيه. النفط العراقي يتعادل مع الهلال وبيسهل مهمه الاهلي في البطوله العربيه. تعادل ايجابي 2-2 نفط الوسط العراقي والهلال السعودي. الفريقين لعبوا على ملعب برج العرب في منافسات الجوله الثانيه من المجموعه الثالثه من البطوله العربيه. الفريق العراقي تقدم بهدف نظيف في اللحظه الاخيره، كان من تسديد قويه، كان فاول من اللاعب زياد احمد دخلت مرمى فريق الهلال. الشوط الثاني نجح الهلال في ادراك التعادل في الدقيقه 52 عن طريق عبد الكريم القحطاني، وانس زياني ادى مره ثانيه التقدم للهلال في الدقيقه 58، ولكن اياد خلف احرز هدف التعادل في الدقيقة 80، وقت كان مهم جدا وصعب جدا من ضربة رأسية عشان يتعادل الفريقان 2-2 في هذا اللقاء. وكده فرصة النادي الأهلي بقت أكبر في بلوغ نصف النهائي كأفضل ثاني بالبطولة العربية، بعد ما رفع النفط رصيده إلى نقطة واحدة والهلال نقطتين، وبالتالي لن يتمكن أي فريق منهم أن يتخطى الست نقاط. حال فوز الاهلي غدا ان شاء الله على نصر حسين ضاي بيبقى عنده ست نقاط ويتاهل الى المربع الذهبي. المجموعه الثانيه أحد اللبناني والفتح الرباطي في رصيد اربع نقاط بيتساوية، ويلتقيان معا في الجوله الاخيره وواحد منهم ممكن يوقف الثاني. ايضا فريق الترجي التونسي فاز على المريخ السوداني بهدفين للا شيء، وده ضمن برضو المنافسات. الترجي التونسي كده ماشي بخطة ثابتة، تاني انتصار ليه وبيسهل مهمته في التأهل للدور نصف النهائي. لسه عندنا أخبار كتير، ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد، نادي الأهلي حديث بحديث. اهلا بكم من جديد لمشاهدينا ونكمل كلامنا، ولكن هاخدكم دلوقتي لخبر جاء من السويد وفريق سبورتنج ملاجا اللي بيلعب فيه نجمنا المصري احمد حسن كوكا يتعادل مع فريق سولنا السويدي 1-1 بمشاركه نجمنا المصري احمد حسن كوكا. كوكا كان شارك بديل في الدقيقه 66 من زمن المباراه مكان زميله ستوكوفيتش، وكان سجل هدف براكا راؤول سيلفا في الدقيقه 10، وسجل فريق السويدي دانيال سونجرين في الدقيقة 18 فريق سولنا من ركلة جزاء عشان يكون تعادل مهم جدا بالنسبة لسبورتنج براجا مع فريق سولنا قبل ما يستقبله الأسبوع الجاي يوم الخميس المقبل بملعب بلدية براجا ويفوز بأي نتيجة ويتأهل للدور الثاني من الدوري الأوروبي. كوكا ماشي بخطوات كويسة، يعني هو لاعب 68 مباراة منذ انتقاله إلى سبورتنج براجا، أحرز 18 هدف وعمل 18 أسيست، وده يعني نسبة كويسة جدا، نسبة مبشرة. وكوكا كان اتعطل بسبب الإصابة، لما أصيب اتعطل كان هتبقى نتائجه وهتبقى أرقامه وإحصائياته مع فريق سبورتنج براجا هتكون أفضل من كده. ولكن الجميل في هذه البطولة، بطولة اليورو ليج، إن الاتحاد الأوروبي لما بيفكر دايما بيفكر لحاجة قدامه. اللي بيفرق الاتحاد الأوروبي عن أي اتحاد آخر انه دايما له نظره قدام، ازاي اقوي الفرق وازاي اقوي مستوى التنافس جوه البطوله بتاعتي. فاصبح دلوقتي انت تتفرج على الشامبيونز ليج دوري ابطال اوروبا بقيت تتمتع وتحس بمنافسه اكبر من كاس العالم نفسه، ودي عشان حتى لما بيتم اسناد نهائي البطوله لمكان او بيتم اسناد المكان البطوله حتى بقوا يفرقوا على جميع المدن جوه اوروبا، حتى المدن اللي في اوروبا الشرقيه اللي الدول فيها مش بنفس المستوى المادي او الاقتصادي لاوروبا الغربيه، فبيبقى في دعم من الاتحاد الاوروبي، فتلاقي الملعب اللي في مدن اوروبا الشرقيه تحول واصبح متطور وجاهز ان هو يستقبل اعلى الماتشات، وفي الاخر الفايده بتعود للبلد. ف
الحاجة الثانية انه خلى الفرقة اللي بتكسب اليورو ليج بتذهب مباشرة تلعب في دوري ابطال اوروبا، فخلى التنافس فيها اقوى واكبر وبقى العائد المادي اكبر. على سبيل المثال مانشستر يونايتد بقاله فترة كبيرة ما بيلعبش تشامبيونز ليج وعاد الى المشاركة في دوري ابطال اوروبا رغم حصوله على المركز الخامس او السادس او السابع، اعتقد السابع في السادس او السابع في الدوري اللي فات لو لم تاخدني الذاكرة. فالدوري الانجليزي اول اربعه بيتاهلوا مباشره للتشامبيونز ليج او دوري ابطال اوروبا. مانشستر يونايتد راح بس بدل ما ياخد الطريق السالك راح من الدائري كده زي ما بقول لحضراتكم، الدائري اللي هو اليوروبا ليج، شارك وفاز في النهائي على سيلتا فيجو الاسباني، وفرق اسبانيا كانت مسيطره على هذه البطوله وايضا على تشامبيونز ليج، وده بيوري لك مستوى الكره في اسبانيا وصل لايه. فده من اهم المميزات اللي عملها الاتحاد الاوروبي في هذه البطوله عشان يخلي مستوى التنافس اكبر، بقى في عائد بس اعلى، بقى في مردود على الانديه، فالمشاركه في بطوله اليورو ليج بقت من الحاجات المهمه والداعمه لكل الانديه. نكمل مع حضراتكم مع اخبار محترفين، ولكن هذه المره هذهب الى لندن والارسنال وارسن فينجر يتحدث عن محمد النني. ارسن فينجر مدير فني لفريق الارسنال طلع في وصرح عن اجاده محمد النني في مركزه الجديد مع فريق الارسنال. ارسن فينجر في هذا الموسم عاوز يقلد كونتي انه يلعب 3 4 3 او 3 5 2 باي مسمى انت تحبه، ولكن اعتقد هو خليها 3 4 3، وارسن فينجر من المدربين اللي بيحبوا يلعبوا طرق هجوميه، فمحتاج واحد بمواصفات النني. النني بسم الله ما شاء الله عنده حاجه اسمها الفيزيكال ابييرنس عادي، يعني عنده قوام بدني قوي، وفي نفس الوقت اللي بيفرق النني عن المساكين او الاثنين بيلعبوا مدافعين بيبقى عنده الباس وبدايه الهجمه، الباس عند الباسنج سكيلز عند النني كويسه، بيعرف يطلع باس كويس وباس صح، ودي من اهم المميزات اللي خلت ارسن فينجر بيحطه في هذا المركز، وممكن يبقى ظهير ثالث متقدم، يعني ممكن تلاقي محمد النني والارسنال معاه الكوره ممكن يزيد جنب الاثنين اللي جنبه ويزيد الى الامام قليلا عشان يكون لاعب خط وسط في بعض الاوقات على حسب اتجاه الكوره. فمدير الفني للارسنال ارسن فينجر قال ان النني لاعب عنده عقليه رائعه وهدفه الرئيسي مساعده الفريق في اي وقت بيلعب فيه وهو بيأدي بشكل جيد، واضاف ان النني بيحتاج الى معرفه الجوانب الدفاعيه، ولكني شعرت انه لاعب جيد ويجيد اللعب في الدفاع، فهو لاعب خلال الجوله الاسيويه في هذا المركز وتعامل معاه بشكل جيد للغايه. وكلمه جيد للغايه انت عارفين ان الاجانب دايما ما بيبالغوش، يعني لما بيتكلم في شيء هو بيتكلم في حاجه هو فعلا بيعنيها، بيتكلم في حاجه هو هيعتمد عليها، وده بيدي رد ان كنا قلنا لحضراتكم حتى هنا في حصاد الاهلي ان فريق جلاتا سراي بيحاول الاقتراب بالحصول على خدمات فريق جلاتا سراي التركي على خدمات محمد النني، وايضا كان في مفاوضات جاده جدا من فريق ليستر سيتي مدير الفني بتاعه شيكسبير ان هو ياخد محمد النني معاه في فريق ليستر سيتي، ولكن النني رفض، وده بيبين لك بيعكس لك تصريحات فينجر اللي اضافه كبيره جدا لنجمنا الكبير محمد النني، واتمنى له التوفيق مع الارسنال في كل المواسم. نروح لنادي روما، ونادي روما هكلمك على فلوس محمد صلاح عملت ايه، المبلغ اللي ما شاء الله اللي خده فريق نادي روما من عن طريق محمد صلاح، قدرت ان هو يربط نيانجولان اللاعب البلجيكي حتى عام 2021. واعلن نادي روما المساء اليوم او مساء الامس تجديد نجمه العقد نجمه البلجيكي نيانجولان حتى عام 2021 عشان ينهي شائعات رحيله في الميركاتو الصيفي. ونيانجولان بعد توقيعه على العقد الجديد في حضور مونشي المدير الرياضي وبالوتا رئيس النادي عن سعادته بمواصله مشواره مع فريق رودا، ونحن سعداء وقال النادي طبعا بالوتا رئيس النادي ان هو سعيد جدا ببقاء نيانجولان مع الفريق بعد ما كان في تكهنات كبيره جدا ان نيانجولان هيرحل وعلى الاقرب الى فريق مانشستر يونايتد، وده لعيب صراحه من اللعيبه الجامده جدا تلعبه في اي مكان، بيجيب المهام الدفاعيه، بيعرف يهاجم، كورته عاليه جدا، بيجيب اجوان، فنيانجولان صراحه كان في انديه كتيره دخلت في
يعني ان هم يحصلوا على توقيعه او يضموه لصفوف فرقهم. وبرده ممكن اقول لحضراتكم ان ممكن يكون هذا الربط وراه بيع، لان في بعض الاوقات لما بيبقى في لعيب فاضل له سنه او اخر سنه في عقده، فلما هيتباع مش هيجيب له مقابل مادي كبير، ولكن لما بيبقى في مده في عقده فيقدر يبيعه بشكل اقوى. وروما من الانديه اللي هي بتنافس على بطوله الدوري الايطالي، بس في نفس الوقت بيبقى عندها فكر استثماري اكتر، وده شفناه فيما حدث مع صلاح وما حدث مع باقي النجوم، عشان يبقى عنده مردود استثماري. يعني هو مثلا بفلوس صلاح استطاع انه يجيب اكتر من صفقه، واستطاع ان هو يجدد عقد نيانجولان. وده اخر اخبارنا مع فريق روما الايطالي. ده كان آخر خبر معانا النهاردة، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.